الله فيكم دكتور عمار وفتح عليكم. اسمح لي دكتور عمار، ذكرت حضرتك في هذا الحديث القيم مواقف كثيرة يعني تقشعر لها الأبدان، وربما يستمع إلينا سامع الآن ويعض الأنامل على أننا لم نعاشر المصطفى صلى الله عليه وسلم ولم يعني نتعايش معه، وهذه اللحظات الجميلة المؤثرة معه صلى الله عليه وسلم للبعد الزمني والمكاني طبعا. يعني بماذا ترد على مثل هؤلاء دكتور عمار؟ والله يا أخي لا نبي بعد رسول الله صلى الله صلى عليه الله عليه وسلم. وسلم ماذا ينتظر العالم؟ ماذا ينتظر شباب الأمة؟ ماذا ينتظر المسلمون وهم ورثة هذا النبي العظيم؟ هل ينتظرون كتابا غير القرآن؟ هل ينتظرون حلا غير الإسلام؟ هل ينتظرون نبيا غير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ وإني لا أتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: أنا النبي الأمي الصادق الزكي، الويل كل الويل لمن كذبني وتولى عني وقاتلني، والخير لمن آواني ونصرني وآمن بي وصدق قولي وجاهد معي. إذن لا حل إلا أن يحاسب الإنسان نفسه حتى يتعلق القلب بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فاليوم نحن مطالبون باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه مواساة للأمة. مواساة الأمة ليس بأنهم حرموا صحبة النبي، فقد كان بعض التابعين يتعلقون بأصحاب النبي ويقبلون أيديهم ويقولون هنيئا لعينين رأت النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: يا أخي احمد الله، احمد الله أنك لم تفتن، وما أدراك، فقد تكون في صف أبي جهل أو أبي لهب، أو صحيح. تكون من المشركين الذين عادوا الرسول صلى الله عليه وسلم. صحيح عليه الصلاة احمد والسلام. الله أخي الكريم، وأنت الآن مؤمن، نعم. احمد الله وأنت مسلم، وأثبت أنك صادق، أثبت أنك صادق في حبك باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ركيعات في جوف الليل تعبر فيها عن صدقك وموالاتك لرسول الله عليه الصلاة والسلام. صفحة من صفحات القرآن، تحقيق سنة من سنن النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. ولو الإنسان وضع له برنامج من السنن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يفعل بعض العلماء يقدمون جرعات مبسطة للأطفال وطلاب المدارس، ويبدأون بالمسواك، ويبدأون بركعتي الضحى، يبدأون بتحية المسجد، وهكذا وهكذا، حتى يتمسك الإنسان من الأشياء التي يستوعبها كل إنسان على حسب فهمه، ويستطيع بعد ذلك أن يصل إلى المقام الذي وصل إليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذين ما كانوا يقدمون شيئا لا من مال ولا من ولد. حتى ذكر أنهم لما صلبوا زيد بن الدثنة رضي الله عنه ورموه بالنبل ليفتنوه، يرمونه بالسهام من بين يديه وعند قدميه لعله يتغير، لعله يغير رأيه، فما كان يزداد إلا إيمانا وتسليما. وجاءوا إلى خبيب وناشدوه وحاولوا معه: أتحب أن محمد مكانك؟ قال: لا والله العظيم، ما أحب أن يفديني بشوكة يشاكها في قدمه صلى الله عليه وسلم. وهكذا نساء المؤمنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لما زف الخبر إلى المرأة الدينارية من بني دينار، أصيب زوجها وأخوها وأبوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحد، فلما نعوا لها قالت: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: خيرا يا أم فلان، هو بحمد الله كما تحبين. قالت: أروني حتى أنظر إليه. فأشير لها إليه حتى إذا رأته قالت: كل مصيبة بعدك جلل، وعلمت أن الرسول بخير عليه الصلاة والسلام. لم يأتي هذا عفو الخاطر أيها الإخوة، وإنما جاء بعد مجاهدة النفس، بعد التخلية وتفريغ القلب من المعاصي والشهوات. لابد أن تضحي بمعصية وتترك وتقلع عن ذنب إكراما لهذا القلب الطاهر الذي هو محل نظر الله سبحانه وتعالى، وأنت تريد أن تستودعه حب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك
وصيتي إلى كل الإخوة والأخوات، إلى كل الأزواج والزوجات، أن يحكموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم. فإذا علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد شيئا من الخير يدخل في الصلح بين الزوجين، فليعلموا أن هذا من علامات حب النبي، أن نستجيب، لا نتعصب، لا نتذمر ونتنازل، إكراما لرسول الله في بيوتنا، إكراما لأخلاق رسول الله. لما سئلت عائشة عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في بيته قالت: كان يكون في مهنة أهله يخصف نعله ويحلب شاته ويكنس بيته. هذه هي الحياة البسيطة التي يدخل فيها الإنسان، يدخل فيها بهدوء ويجلس مع أبنائه كما كان النبي يفعل، يحمل أطفاله يقبلهم حتى يدخل الرحمة، ويقول لأبنائه: هكذا فعل رسول الله حتى يحب الأطفال، حتى يحب الأطفال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. يعني لا يسعنا في نهاية هذا اللقاء دكتور عمار إلا يعني أن نقول لفضلتك وندعو لحضرتك بأن يجمعنا وإياكم ومستمعينا الكرام مع المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن نسعد جميعا بشربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا من يده الشريفة. وصدق الشاعر في المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما قال: وبدا محياك الذي قسماته حق وغرته هدى وحياء، يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء. ويكفينا دكتور عمار أن المصطفى صلى الله عليه وسلم وصفنا ونحن يعني اتبعناه بفضل الله وحمده دون أن نراه بأننا أحبابه، وذكرنا صلى الله عليه وسلم بالخير كله كما ذكرت حضرتك دون أن يرانا. نسأل مولى عز وجل أن نكون على قدر هذه المحبة العظيمة وعلى قدر الشفاعة الكبيرة من المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن دائما كما ذكرت حضرتك نضع المصطفى صلى الله عليه وسلم أمامنا ونضع سنته في مكان عال وكبير، لأن يعني للأسف نجد يعني معظم المسلمين ينحون جانبا السنة ويكتفون فقط بأداء الفروض، ولكن نجدد مرة أخرى الدعوة بالالتزام بالسنة واحترام المصطفى صلى الله عليه وسلم بالقدر الذي يليق به صلى الله عليه وسلم. نسأل مولى عز وجل دكتور عمار أن ينفعنا دائما بعلمكم، وأن يجعل هذه اللقاءات وهذه الومضات الإيمانية في ميزان حسناتكم بإذن الله تعالى. الله يحفظكم ويتقبل الله منا ومنكم إن شاء الله. بارك الله فيكم. إذن مستمعي الكرام، كل الشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور عمار حسن رئيس قسم الوعظ والإرشاد بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بمدينة العين. بارك الله فيكم دكتور، وإلى اللقاء وحلقات إيمانية جديدة بمشيئة الله تعالى مع فضيلتكم. الله يحفظكم إن شاء الله. في أمان الله.